تحت رعاية كريمة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أقامت الأمانة العامة بالمجلس احتفالا لمناسبة يوم العمال العالمي، تم خلاله تكريم عدد من قدام الموظفين بالأمانة العامة، وذلك في حضور سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس وعدد من أعضاء مجلس الشورى. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالجهود الطيبة والعطاء المتفاني الذي بذله موظف المجلس طوال العام، بما عكس الحرص الكبير على مصلحة سير العمل بالمجلس بتناغم تام وبمسؤوليات عالية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية من عمر المجلس قد برهنت على قدرة موظفي المجلس على تحمل المسؤولية والقيام بأصعب الأعمال وبأعلى قدر من الجودة والكفاءة. ومن جهتهم تقدم المكرمون من موظفي مجلس الشورى بالشكر والعرفان إلى معالي رئيس مجلس الشورى وسعادة الأمين العام على هذه اللفتة الكريمة، حيث دأب المجلس منذ تأسيسه في هذه المناسبة على تكريم موظفيه الذين قضوا مددا طويلة في خدمة العمل التشريعي، معربين عن اعتزازهم بالانتماء إلى هذا الصرح التشريعي العملاق الذي يحمل اسم مملكة البحرين الغالية، منوهين بهذا التكريم الذي يأتي ضمن اهتمام مجلس الشورى بتنمية قدرات موارده البشرية التي يعتبرها عنصرا أساسيا في تحقيق النجاح لأعماله، فيما أكدوا على المضي قدما في العطاء وبذل المزيد للارتقاء بالعمل للأفضل.